وصلنا لفقرتنا الأخيرة من حلقة اليوم، واليوم اخترت لكم مقالة رموش تركيب للكاتبة أريجة الجهني. كل جميلة غبية، كل فتاة تهتم بنفسها هي تافهة وحمقاء وتهدر أموالها. مهلا، العبارات السابقة ليست لي بل ما نسمعه منذ خلقنا، والهدف الحقيقي من ذلك هو أن يسهل على الرجل السيطرة عليها. الأمر السيء في كل هذا أن التنميط الشكلي جعل الكثير من الفتيات يخسرن ثقتهن بأنفسهن. الحقيقة التي يجب ألا تغيب أن لكل فتاة جمالها الخاص بها وعلى طريقتها التي تناسب رغبتها، فلا أبشع من وصف المرأة بأنها عن ألف رجل بنت رجال. هذه أوصاف مهينة في حقيقتها، وكأن شرف الفعل لا يصدر إلا من الرجال ولا حظوة للنساء به. انتهى عصر الحواجب والألوان، نحن نتحدث عن امرأة تصنع حضارة وتبني وطنا، إنسانة شريكة ومنتجة. التحامل على مظهر الفتيات ومحاولة قطع أرزاقهن التي يسعى لها البعض سعيا حثيثا من أشباه الرجال بدأ بالانحسار. كلمة أخيرة للجنسين على حد سواء، الاهتمام بالصحة والمظهر منظومة داخل إطار جودة الحياة. ليس بالضرورة أنه كل جميلة غبية مثل ما قالت الكاتبة أريجة الجهني. أنت جميلة بعقلك، بروحك، بأخلاقك، أنت لست نصف المجتمع، أنت المجتمع بأكمله. أنت اللي بتجيبي وبتربي وبتعلمي وبتكبري النص الآخر. أبدا 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 جمالك أو مكياجك أو حتى مظهرك الخارجي لا تخليه يأثر في يوم من الأيام على طباعك وعلى أخلاقك وعلى قوتك. حاربي وأوقفي، إحنا بندعمك وحكومتنا بتدعمك وكلنا معاكي. أنت تمكنتي ووصلتي ورح توصلي. في أمان الله.